الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من الدين والحياة. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، أيها الإمام الوفي، يا نجي الله وسفيره، يا وارث الأئمة وهادي الأمة، طيب من الطيبين، طاهر من الطاهرين، العالم المؤيد، الطريق الأرشد، موئل الحكم، مصباح الظلم، سلام الله عليك وعلى آبائك وأوليائك وأبنائك. أشهد أنك أديت ناصحا وقلت أمينا ومضيت شهيدا، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، يا منارا للعباد، يا ركن الرشاد، أيها الجواد، موفق بالتأييد والسداد، يا تاسع أنوار العلم والحكمة، لمصيبتك هلت أدمع الأسمى. خالص العزاء لمقام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد، ولكل موال ومحب. مشاهدينا الأفاضل، اسمحوا لي في هذه اللحظة أن أسلم مقاليد الكلام للضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ، أجركم عظيم. عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. وأعظم الله أجر المولى صاحب الزمان وأجر كل الموالين بمصاب شهادة الإمام الجواد عليه السلام. ونحن مع إمامنا أبي جعفر الجواد عليه السلام، إنما نقف أمام بحر زاخر ومعين لا ينضب، وظاهرة فريدة يجب على العقلاء في العالم كله أن يعكفوا على دراستها والتمعن في تفاصيلها. ولسنا نقول ذلك والله يشهد، لأننا من شيعته ومواليه فقط إن شاء الله، وهو أمر طبعا نعتز به ونفخر بالانتساب إليه، بل لأن أشخاصا تشكل تلك الفرادة الخلاقة والقيمة الكبرى إنما تكون معرفتها والدراية بها إنما تكون مطلبا إنسانيا عاما. ولو أراد متوسع أن يسرد سيرة ومواقف إمامنا الجواد عليه السلام لاستطال به وقت الكلام إلى أكثر من موقف كالذي نقفه في حلقتنا هذه. ونحن نعلم أن هذه الذكرى ذكرى شهادته قد شاركنا في الحديث عنها كثر من مواليه جزاهم الله خير جزاء المحسنين، سواء في الفضائيات أم غيرها، بيد أننا سنقف في هذه الذكرى عند عدة نقاط في شخصيته عليه السلام وحياته التي مع الأسف لم تدم طويلا، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه أقصر المعصومين عمرا، وكذا تكون كواكب الأسحار. فقد روى الرواة بسند معتبر أن عباد بن إسماعيل وعلي بن أصباط كانا عند الإمام الرضا بمنى، أي بموسم الحج، إذ جيء بأبي جعفر يعني الإمام الجواد، فقالا له للإمام الرضا: هذا المولود المبارك. قال عليه السلام: نعم، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه، لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. نحن أمام هذه الرواية الشريفة نقف حيارة وتنتابنا الدهشة. هل كان الإمام الجواد أعظم بركة من آبائه الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين ولدوا في الإسلام؟ وهل هو أفضل من الحسن والحسين عليهما السلام على سبيل المثال؟ طيب، هل يجرؤ مسلم على أن يقول بأن أحدا أعظم بركة من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله؟ كيف نفهم هذه الرواية إذن التي في ظاهرها تتعارض مع مسلمات لا مراء فيها؟ أم أنه الغلو الذي ينسب للشيعة في تمجيد أئمتهم عليهم السلام؟
لكي نجيب على هذا السؤال ننقل حادثة جرت مع أحد كبار فقهاء الشيعة وقديسيهم، وهو علي بن جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي امتد به العمر حتى عاصر الإمام الجواد عليه السلام. فقد روى محمد بن الحسن بن عمارة قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد، علي بن جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه، يعني من الإمام الكاظم، ما يدل على أنه كان عالما محدثا متحملا مسؤولية بث الفقه بين ظهراني الأمة. إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي بن الرضا عليهم السلام وهو طفل، دخل عليه وين؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، والتفت إليه الإمام الجواد فقال له: اجلس يا عم رحمك الله. فأبى أن يجلس قائلا: كيف أجلس وأنت قائم؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا عم اجلس رحمك الله. ولما انصرف الإمام الجواد عليه السلام ورجع علي بن جعفر إلى أصحابه، أقبلوا عليه يوبخونه على تعظيمه للإمام على حداثة سنه، قائلين له: أنت عم أبيه وتفعل به هذا الفعل؟ فأجابهم قائلا، هون خل نسمع: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد. هذا كلام علي بن جعفر الصادق. هذا جواب المؤمن الرصين الذي عرف ربه ودينه من خلال معرفة إمام زمانه. هنا ندرك أن البركة التي قصدها الإمام الرضا عليه السلام بأنها أعظم ما في الإسلام إنما تتجه إلى معنى دقيق، وليس ما يمكن أن يتوهمه البعض من أنه أفضل من غيره من آبائه، بل إن البركة تعني تكريس مفهوم أن الإمام من عند الله عز وجل، الإمامة من عند الله عز وجل، يعطيها بمشيئته لمن يختاره هو سبحانه وتعالى، حتى ولو كان صغير السن، وهو ما تحقق في الإمام الجواد عليه السلام الذي نهض بالإمامة وهو ابن 7 سنوات. فثبت الله من خلال إمامة هذا المولود المبارك عظمة بركة الإمامة على الأمة، في أنها اختيار رباني وترتيب إلهي لا علاقة لاختيارات البشر فيه. وشملت هذه البركة وجود مثال في هذه الأمة على شاكلة أمثلة سبقتها في أمم سالفة. فقد روى محمد المحمود عن أبيه قال: كنت واقفا على رأس الإمام الرضا عليه السلام بطوس، فقال له بعض أصحابه: إن حدث حدث فإلى من؟ يعني إن توفاك الله فلمن نرجع في موضوع الإمامة؟ فقال عليه السلام له: إلى ابن أبي جعفر. وكان الإمام أبو جعفر طفلا، فقال السائل: إني أستصغر سنه. فقال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله بعث عيسى ابن مريم قائما في دون السن التي يقوم فيها أبو جعفر. إذن البركة التي قصدها الإمام تكمن في هذه الظاهرة المعجزة التي أثبت الله من خلالها للناس جميعا حجته عز وجل، في أنه ينفرد تعالى بوضع معدن العلم والفقه والإمامة الدينية والدنيوية في الشخص الذي يختاره بالغا ما بلغ من السن. وإلا لماذا نقل لنا أن عيسى كلم الناس في المهد صبية، وروى لنا في القرآن كيف آتى يحيى الحكمة صبيا أيضا؟ أم أن هذه الأمة لن تحذو حذو من سبقها من الأمم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل سيفتقد الإسلام معجزة كانت لدى أمة قبله؟ هنا
كان موقع الإمام الجواد عليه السلام في تكريس هذه الرحمة الإلهية المهداة لهذه الأمة. وأي بركة أعظم من هذه البركة؟ إذن هنا بدأنا نتعقل حديث الإمام الرضا في بركة ولده. وقد نهض عليه السلام بالأمر نهوضا ربانيا كما أراده الله عز وجل. فبعد وفاة والده الرضا عليه السلام تقاطرت الوفود من الشيعة مشتملة على كبار فقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم إلى أين؟ إلى المدينة. وقد فوضهم عموم الشيعة لاستطلاع من هو الإمام بعد الرضا عليه السلام، وكانوا بحدود 80 رجلا. فقصدوا دار الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ففرش لهم بساط أحمر، وخرج إليهم من عبد الله ابن موسى ابن جعفر عليه السلام، فجلس في صدر المجلس واضعا نفسه في مقام الإمامة ونادى مناديه: هذا ابن رسول الله، فمن أراد السؤال فليسأل. قام إليه أحد العلماء فسأله: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ قال عبد الله: طلقت ثلاثا دون الجوزاء. أنا إلى الآن ما بفهم ما معنى دون الجوزاء، لماذا استثنى الجوزاء من النجوم؟ ما بعرف حقيقة. حاولت أن أقرأ شروحات، لم حتى أنا لم أتعقل. هنا ضربت الصدمة علماء الشيعة، لأن كلامه يخالف ما كان عليه فقه أئمتهم. فسأله آخر: ما تقول في رجل أتى بهيمة كرمكم الله، فقال: تقطع يده ويجلد 100 جلدة؟ فازداد ذهول الحاضرين، بل بكى بعضهم من حيرته في هذه الأحكام التي تخالف الشرع الذي درجوا وعكفوا عليه. بينما هم كذلك، إذ فتح باب من صدر المجلس أطل منه الإمام الجواد عليه السلام، فلم يملك الحاضرون لهيبته إلا أن قاموا إجلالا، فقال مناديه: هذا الإمام بعد أبيه والحجة الكبرى على المسلمين. فسأله السائل الأول: ما تقول في من قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فأجاب الإمام: يا هذا، اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهي في الثالثة. أي أن الطلاق لا بد أن يتخلله الرجوع حتى تصل النوبة إلى الطلاق الثالث، ولا يقع دفعة واحدة كما هو عليه مذهب الإمامي. فقال السائل: إن عمك أجاب بغير هذا. فالتفت الإمام عليه السلام إلى عمه قائلا: يا عم، اتق الله ولا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك. فقام صاحب المسألة الثانية فقال: ما تقول في من أتى بهيمة؟ قال عليه السلام: يعزر، أي يجلد أصواتا، ويحمى أو تحمى ظهر البهيمة، أي لا تستعمل ولا تؤكل، وتخرج من البلد لئلا يبقى على الرجل عارها. فعرض السائل ما قاله عمه، فتأثر الإمام عليه السلام وقال: لا إله إلا الله يا عبد الله، لعم، إنه لعظيم عند الله أن تقف غدا بين يدي الله فيقول لك: لما أفتيت عبادي بما لا تعلم، وفي الأمة من هو أعلم منك. فقال عبد الله: رأيت أخي الرضا وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب. فأنكر عليه الإمام وقال: إنما سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ ثيابها، فأمر بقطعه للسرقة وجلده للزنا ونفيه للمثلى. ففرح القوم وبدأوا بأسئلتهم، ويبدو أنهم أطالوا المكوث بالمدينة حتى سألوا الإمام عليه السلام عن 30,000 مسألة، فأجابهم عنها كاملة، فأيقنوا بإمامته ورجعوا إلى أوطانهم وهم على بينة من أمرهم، متأكدين من أنه معجزة الإمامة وفخر المعدن النبوي الشريف. لقد تحقق على يد الإمام الجواد عليه السلام في مدة عمره القصير كل الحجة التي أرادها الله عز وجل، والمتوافقة مع زمانه.
فالإمامة تعني أن يكون صاحبها أعلم الخلق في زمانه. وقد حاول أعداء الإمام كما محبوه أن يثبتوا عكس ذلك فما استطاع. وقد جمع له المأمون كبار فقهاء الدولة وأمرائها ليسكتوه فأسكتهم وأبطل حججهم، وعلى رأسهم قاضي الدولة يحيى بن أكثر في قصة مشهورة رواها العامة والخاصة. وقد روى عنه جملة كثيرة من النخب الثقافية والدينية في الأمة حتى بلغ عددهم الآلاف، ولم نسمع أو نقرأ أنه عليه السلام نقل عن أحد سوى عن المعصومين من آبائه. فمن أين كان هذا العلم لولا أنه صناعة إلهية وبعين الله ورسوله؟ أما في إقامة الحق فقد شكل الإمام عليه السلام المثال والشاخص النموذجي في قلب الأمة في مقابل منتحلي السلطة والعلم والفقاهة، حتى ضجوا منه لأنه يبدد ظلامهم بنوره، فدسوا له السم شابا يافعا لم يتجاوز 24 كما هو مشهور الروايات. أما في إشاعة الإيمان فقد كانت الأمة تمر بمرحلة مرعبة من التداخل الثقافي الذي اشتمل على الغث والسمين، فكنت ترى الزندقة المشوبة بالتفقه والإلحاد المختلط بالفلسفة والجهل المركب الذي يحسبه الظمآن علما فإذا أتاه وجده لا شيء البتة. وكانت الدولة قد بدأت في زمن المعتصم تعيش الإثنيات بين ترك وعرب وموال وموال وقبائل، حتى ضج أهل بغداد من الفوضى. وكانت المذاهب تتفشى بحيث يكاد كل يوم يجد الناس من يدعو لنفسه أو لدين جديد أو لتمذهب معين، وقد يكون بعض هذه المذاهب بإشراف وتخطيط مباشر من السلطة. وسط هذه المعمعة نهض الإمام عليه السلام بالصافي من العلم والواضح من الحجة والبين من التفسير، فشكل بحق مؤمنا أوحدا لهذه الأمة أن تهوي في مزالق تلكم الفوضى. ثم كان الإمام عليه السلام مرجعا اقتصاديا فعالا خارج إطار السلطة، حيث خصص له المأمون 1000 درهم كل سنة، 1,000,000 درهم، فضلا عما كان يصله من الأخماس والزكوات والهدايا من شيعته ومواليه ومردودات الأوقاف في قم وغيرها من البلدان. فلم يكن لينفق منها على نفسه شيئا، بل كان يوزعها على المحتاجين سادا ثغرات فقرهم بندى كفيه، حتى سمي الجواد لأجل هذا. مع ذلك فقد كانت نفسه عليه السلام تحن إلى كل ما هو زهد وبساطة، فقد رآه أحد شيعته وهو الحسين المكاري في بغداد منعما، فحدث في نفسه أن هذا الرجل لن يرجع إلى يثرب وهو في تلك الحال من النعيم. فنظر إليه الإمام عليه السلام عارفا ما في ضميره، قال له: يا حسين، خبز الشعير وملح الجريش في حرم جد رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلي مما تراني فيه. كما حاول عليه السلام أن يسخر طاقات شيعته المتواجدين ضمن أجهزة الدولة لمصلحة الحق، فقد قال له أحد رفاقه في الحج وهو من بني حنيفة، يعني أحد الموالين، قال: إن والينا الوالي اللي علينا يتولاكم أهل البيت ويحبكم، وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلت فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. فقال الإمام: طبعا أنا لا أعرفه. قال: هو يتقرب إلى الله بمحبتكم. كتب الإمام: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وهو مذهب أهل البيت، وإنما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل. فاستجاب الوالي لكتاب الإمام عليه السلام، بل وأحسن إلى صاحبه زائدا عن إسقاط الخراج عنه. هنا
نجد الإمام عليه السلام كرس للشيعة أنهم جزء من مجتمعاتهم يتفاعلون فيما بينهم وبينها، وبين أهمية وبين أهمية حفظ مصلحة الجماعة من خلال تكاتفها الإيماني والعقائد حتى ولو كانت منخرطة في الوظيفة العامة للدولة، لأن الهدف هو إبقاء النموذج، نموذج الحق المتمثل بالتقاة من الناس وبحفظ ولو الحد الأدنى من مصالحهم. هكذا وجدنا الإمام عليه السلام خارج كل الأطر الضيقة منطلقا في حجيته العظمى إلى رحابة الفضاء الأسمى لمنصب الإمامة، فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ولا حرمنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. آمين ربنا. إنه سميع مجيب. جزيتم خيرا الله يطول. ذكرتم في مقدمة بحثكم سمحت الشيخ أن سن الإمام يعني كان علامة لافتة في حياته مع علومه العظيمة. طيب كيف نتوسع في فكرة أن سن الإمام الصغير لم يقدح في مقامه إذا جاز القول؟ أولا يعني خل نحكي الأمور بشوي دقة. تفضل. عم نحكي عن إمامة وإمام وأمة مأمومة. نعم. وقبل كل هؤلاء عن موجد للإمامة وللإمام وللأمة المأمومة إلى خالق لم يخلقها عبثا. نعم. في وفق نظرية مدرسة أهل البيت التي لها أدلتها أن الخيارة في هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل، هامش الاختيار عند الناس هو ما جعله الله من حرية اختيار عقائدية تترجم عملا. نعم. هذا الهامش الذي على أساسه يحاسبك الله إما ثواب وإما عقاب. في غير هذا الهامش ما كان لهم الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ولذلك قال له للمعصوم اللي هو رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ شاورهم في الأمر، فإذا عزمت أنت فتوكل. شوراهم حضور أدبي، استشارة غير ملزمة، فإذا عزمت أنت فتوكل، مضافا إلى ما تستبطن الشورى من استخراج لبعض وجوه النفاق. عندما يدلي الإنسان بدلوه ما أضمر امرؤ شيء إلا وظهر على فلتات لسانه أو في قسمات وجهه. هذا الاختيار الرباني لا يتعلق بسن معين ولا يتعلق بنوع معين من البشر، كما كان اختيار الله عز وجل لإبراهيم كان اختياره لنوح، وكان اختياره لأنبياء ليسوا من ذرية إبراهيم. نعم. يعني إذا صح ما يقال من أن خالد بن سنان العبسي مثلا نبي من الأنبياء ليس من ذرية إبراهيم كما هو الظاهر، في أنبياء من حتما ليسوا من ذرية نوح مثلا، فالأمر أين تنتبلور عندما قال تعالى لقد كرمنا بني آدم، بداية بدأ بتكريم بني آدم ثم ذكر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صارت العلاقة النسبية ضمن الاختيار الإلهي. لماذا يذكر الله لنا في القرآن الكريم أن عيسى كلم الناس في المهد صبيا؟
سيقول لي قائل شيخنا ليبرئ أمه وكانت تحتاج إلى المعجز. صحيح، هذا صحيح، لكن هل هذا هو العلة التامة؟ من قال أنها العلة؟ قد تكون جزء من العلة، لربما في أسباب أخرى. طيب، دعني من عيسى ولست بتاركه صلوات الله وسلامه عليه إلا لأنتقل إلى ابن خالتي يحيى ابن زكريا، ليش آتاه الله الحكم صبيا؟ طيب لماذا ذكر الله لنا أنه آتاه الحكم صبيا؟ مو ليقول لنا أن هذه أمثلة؟ صحيح، هؤلاء أنبياء. نعم، نحن لا ندعي أن أئمتنا أنبياء، أئمتنا أئم معصوم، وكل المسلمين يعلمون أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، حتى قال رسولنا صلى الله عليه وآله علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، أو كأنبياء بني إسرائيل على بعض الروايات. علماء الأمة إن شاء الله، كل ما تشدق متشدق وبعق باعق سمي عالما، هم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. أو إذا بدي عمي بدي أقول، من يجرؤ من المسلمين أن يقول إن أئمتنا ليسوا من علماء هذه الأمة؟ هذا الحد الأدنى. إجا الإمام الجواد يتولى إمام ابن 7 سنوات، هنا الأمة كان لها ردود فعل متباين، منهم من سلم مباشرة وهو قلة، يعني علي بن جعفر الصادق عم أبيه أخو جده يقبل يد الإمام الجواد ابن 7-8 سنوات على شيبته وبيقول لهم ماذا أصنع إن لم يؤهل الله هذه الشيبة وأهل هذا الفتى؟ الله أعلم أين يضع وحيث يضع رسالته. هذا علي بن جعفر، بس قديش كان في بالأمة مثله؟ قلائل، الأندرون عددا، الأقلون. طيب، في دائرة أوسع من الشيعة كانوا قد سألوا الإمام الرضا فقال لهم ابني أبو جعفر. في زمن الإمام الرضا استصغروا سنه، ذكرهم قال لهم في عيسى ابن مريم تراها، ذكره الله لكم في القرآن، تكلم في المهدي صبيا، سيتولى الإمام أبو جعفر وهو أكبر من المثل الذي ذكره الله في القرآن. وفي يحيى ابن زكريا آتاه الله الحكم صبيا، ديروا بالكم لا تفتنون. إن هذه الأمة قال عنها رسول الله لتحذون حذو من سبقكم من الأمم حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. أيعقل أن يكون في أمة في بني إسرائيل اثنان يتكلمان في المهد، أو على الأقل واحد يتكلم في المهد وآخر يأتي آتاه الله الحكم صبيا ولا يكون في هذه الأمة مثلهم؟ مش معقولة، مش معقولة. نحن يعني يجب أن نضع أنفسنا حيث وضعنا الله بهم، بالإمام الجواد وأباء وأبناء، وأخرجنا الله من الظلمات إلى النور بهم، جعلنا الله من المهديين بهداهم. في دائرة أخرى أوسع من هذه الدائرة ما صدقت، شكلت وفود وجت على المدينة المنورة وجرى ما جرى مع عبد الله بن موسى بن جعفر، وخرج الإمام معلنا عن نفسه، وهذا أمر مهم جدا أن تجد إمام يعلن لولا الحاجة إلى أظهار الحجية. ثم يسأل عن 30,000 مسألة ابن 7-8 سنوات، 30,000 مسألة، 80 من شيبة القوم، كبار الشيعة من بغداد من البصرة من قوم من خراسان كلهم شكلوا، يعني واحدهم ينوب عن مدينة عن مجموعة قرى رؤوس حرباتها، اجوا ما حكوه حتى اخذوا اليقين بانه الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في دائرة السلطة، هذه الدائرة لم ترتضي ابدا
أن يكون هو الإمام. جمعت له الكل، بدل أن يخرسوه أخرسه، وبدل أن يسكتوه أسكته. طيب أسقط ما في أيديهم، وإلا ما سأل حدا كيف بيموت شاب عمره 24 سنة. أنا بعرف الموت يخبط خبط عشواء كما قال بعض الشعراء، ما في صغير وكبير على الموت، بس مات مسموما، مات مقتولا، حسدا، بغيا، صلوات الله وسلامه عليه. في ذكرى شهادته أحببت إخواني المشاهدين أن أضيء على هذه النقاط من حياتي إمامنا صلوات الله وسلامه. أجبتم سماحة الشيخ. اسمح لي أن نبدأ بالاتصالات. معنا المشاهد الكريم الأخ أبو مصطفى من العراق. السلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم، تفضل. عظم الله لكم الأجر. أجركم عظيم. الإمام الجواد عليه السلام. تفضل. لدي سؤالين إلى الشيخ الجليل. تفضل حبيب. السؤال الأول، السنة النبوية تحث على اختيار الزوجة الصالحة وأن تكون من عائلة ذات دين ومنبع خير. نعم. سؤالي أنه كيف الإمام الحسن والإمام الجواد عليهما السلام قام باختيار زوجات هن من منبع ليس بذات دين، بل قام بقتلهما عليهما السلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني سبق وأن سألت الشيخ لكن لم أستطع أن أسمع الجواب. تفضل. عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، هل الإمام يعيش نفس حياتنا الطبيعية، يأكل يشرب يتزوج، هل لديه ذرية أم لا؟ نعم، واضح أبو مصطفى. تحياتنا للشيخ. شكرا لكم. الله. عليكم عباس من العراق. السلام عليكم عباس. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام الى شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمه الله. الذي اسمعنا صوتكم في كل اسبوع. سؤالي هو الامامه والنبوه. نعم. من هو الاعلى؟ هل الإمامة أعلى من النبوة أم النبوة أعلى من الإمامة؟ وهل يجوز للنبي أن يكون إمام؟ ولماذا لا يجوز للإمام أن يكون نبي؟ نعم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حباس شاكر من العراق. السلام عليكم أخ شاكر. شاكر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أخ الكريم، تفضل. ألو. تفضل. عفوا ممكن تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم. عظم الله أجرك. الإمام محمد الجواد. تفضل حبيبي. وأرجو دعاكم. الله يقضي حوائجك. من البداية كان في مشكلة بالهاتف. الله يقضي حوائجك. معنا الآن معمر من كربلاء المقدسة. معمر السلام عليكم. خلي يخفف التلفزيون. معمر أيضا يبدو هذه الليلة مشكلة في الاتصالات سماحة الشيخ. اتصال آخر من أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الجواد. أجرك عظيم كريمة، تفضلي. والله يجعلنا ان شاء الله ممن نحذي خطاهم ان شاء الله. يا الله. على المجازر اللي قدمناها بالعراق ان شاء الله. نعم. يا الله. تفضل. وارجو من شيخنا الكريم انه ما معنى الايه الكريمه؟ تفضل. لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ مع الله عهدا. نعم. وشكرا جزيلا. الشكر لك يا ام محمد. تفضل سمحت الشيخ. نعم. فإذن ما بقى بدك هذه الفكرة تاخد. يعني كان اي ما بقى بدك تاخذ لحتى ما نطر حدا على التليفون. ما في حدا، مش حنطر حدا، ما تخاف سمحت الشيخ، تفضل. أبو مصطفى يقول السنة النبوية تحث على اختيار الزوجة. صحيح. فكيف خالف إمامان لنا، الإمام أبو محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، خالف السنة بزواجه من جعدة بنت الأشعث ابن قيس، وكيف خالف إمامنا الجواد سنة نبينا صلى الله عليه وآله بزواجه من أم الفضل بنت المأمون؟ لم يخالف ولا يخالف أئمتنا سنة نبينا أبدا، هم السنة.
عندما نقول إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حجة الله على خلقه، لما إجا يعاتبه أبو سعيد عقيصة، رواية مشهورة، قال له الإمام الحسن: أولستم ترون أن جدي المصطفى صلى الله عليه وآله قال عني وعن أخي سيدا شباب أهل الجنة؟ قال بلى. قال: ما قال عني وعن أخي إمامان قاما أم قعدا؟ قال بلى. قال: يعني أنا إمام إن قمت أم قعد؟ قال: نعم. قال: رأيت من المصلحة أن أتخلى عن السلطة لمصلحة معاوية، وإلا لم يبقى شيعي على وجه الأرض، لا مني من أهل بيتي ولا منكم. فأنت يا أبا سعيد إن كنت تؤمن بالمبادئ بدك تؤمن بحجيتي. لماذا تزوج نوح تلك المرأة؟ لماذا تزوج لوط تلك المرأة؟ هاو أنبياء، ليش لم يحسنوا الاختيار؟ طيب رسولنا صلى الله عليه وآله هو تزوج خير الأمة؟ أبدا. عسى ربه أن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. إذن في الأمة من هو خير منه؟ لماذا لم يختر الأفضل؟ لا، المعصوم يختار حيث تكون الحجة. أولا بالنسبة للإمام الحسن، لا يفوتنكم أن جعدة بنت الأشعث ابن القيس كان تقريبا ملك كندة وزعيم قبيلة كندة، وهي التي تسيطر سيطرة شبه تامة على قبائل اليمن في الكوفة. نعم. عم بحكي أنا تحليلي الشخصي، وإلا السبب الحقيقي الذي جعل الإمام يتزوج من جعدة بنت الأشعث ما حدا بيقدر يقول لك السبب الحقيقي. عم بحكي تحليل، ربما يكون استمالة لهذا البيت المليء بالنفاق، وتجري المقادير بأعنتها. لكن ربما لو قام هذا البيت بعمله النفاق قبل أوانه لانخرم من الحجية شيء ما. ولذا على نفاقه الأشعث بن قيس وهو الخليفة الأول تمنى أنه قتله عندما ارتاد، على نفاقه شهد الصفين مع علي عليه السلام. هلأ يكفي هذا المقدار من أن لا تكون كندة بيد حجر ابن عدي الكندي تماما، وإنما ينازعه الأشعث بن قيس. هذا المقدار كافي في أن يشكل سببا للمعصوم لاستمالة بيت ما. عم بحكي تحليل شخصي. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه زوج، يعني رأس السلطة التنفيذية عم يقول له بدك تتزوج بنتي وإلا شئت أم أبيت. وفي تلاحظ أن الإمام حاول أن يمتنع، هذا طيب إما أن تضرب عنقه أو تتزوج، لأنه كانت صدمة استشهاد الإمام الرضا كانت لتفجر شيئا عظيما. وربما الإمام أيضا دخل في مشروع الزواج من أم الفضل أيضا حتى لا يتحامق بعض الشيعة الذين كانوا قد كشفوا عن أنفسهم فيسهل قطف رؤوسهم. ربما هذا أمر. أولست تؤمن أن الإمام إمام قام أم قعد؟ له مثل كمثل نوح. ليش تزوج فلانة وغرقت؟ ولماذا تزوج لوط فلانة وأهلكت؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. نعم. السؤال الثاني، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طبعا يعيش نفس حياتنا، يأكل يشرب
يتنقل في الأرض؟ هلا القابلية اللي عند المعصوم على تقبل الأمر الإلهي، على من يتنزل الأمر الإلهي، يتنزل رحمة الله للجميع، لكن أيها تكون المرآة الأصفى التي تستقبل ذلك الشعاع؟ حتما هو المعصوم صلوات الله وسلامه. طيب، هل هناك من مانع عقلي شرعي أن يكون الإمام يتزوج؟ ما في مانع. في عنا رواية أنه ينزل مسجد السهلة بأهله وعياله، أهله وعياله، ما في مسافة بين انتقاله من مكة إلى المدينة ثم إلى الكوفة ليكون له عدة عيال، هي مسألة شهور. قد نفهم من هذه الرواية أنه عنده عيال، لكن هل يعرفونه أنه هو؟ هل هناك مانع أن يكون له أولاد؟ ما في مانع. يموتون في حياته؟ طبعا. هل هناك دليل جازم؟ لا، لا يوجد. بحدود ما تتبعت أنا لا أعلم أنه في رواية إلا هاي الرواية، ينزل بعياله بعد خروجه صلوات الله وسلامه، يعيش حياته. لكن المقلب الآخر أنه تعرض عليه أعمال الخلق، وهذا أمر سأخصص له بحثا خاصا إن شاء الله، كيف يمكن أن تعرض أعمال الخلق. وكنت قد سبق وتكلمت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أيضا سنتوسع فيها. أنت قول ساعد الله قلب هذا المولى صلوات الله وسلامه اللي صار له 1200 سنة تمر عليه هذه المآسي، هذه المصائب. تعرف شو معنى مصائب الشيعة فقط؟ مش للحظة، أحيانا أنت بتعرف، وأحيانا بكون قاعد أنا وياك نبث لبعضنا همومنا، هاي هموم بسيطة عما يجري حولنا، ونبقى متضايقين تعبانين، فما بالك بالمسؤول عن هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر ما يدمي فؤاده بعد استذكاره اليومي لاستشهاد جده الحسين باعتقاد سوء تصرف الكثير من ينسبون إلى خطه، مع الأسف، لأنه إذا بتلاحظ كم كان يتلظى، يعني لما بيسألوا الحميري إذا أردنا أن نزورك، شوف بعت الرسالة بواسطة الحميري رحمة الله عليه، إذا أردنا أن نزورك شو منقول؟ طب كان قادر يقول له بلش، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي، السلام عليك يا باب الله وديان ديني. شو قال له قبل الـ قبل الـ قبل الزيارة؟ لا بأمره تعملون ولا لقوله تسمعون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يوقنون. إذا أرد هل العبارات ليش؟ لولا أنها تستبطن حنقا على بعض مواليه وبعض من نسب إليه. إذا أردتم فقولوا كما قال الله، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله. بس بلش بي تأنيب واضح، ساعد الله قلبه. أنا لا أقول إلا عجل الله تعالى فرجه، إن شاء الله أن نكون من أوليائه، نحسب من أوليائه يا رب إن شاء الله. اسمح لي سمحت شيخ بفاصل ثم نتابع. إيه ما في مين. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ولنا من بعده عودة، كونوا معنا كرما لأمر. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل مجددا، مرحبا بكم سماحة الشيخ. شكرا. كنا توقفنا عند الأخ عباس من العراق. الأخ عباس يسأل الإمامة، ما الفرق بين الإمامة والنبوة؟ ومن هو الأعلم؟ الأعلى. أعلى. الأعلى شأن. الحقيقة كلمة الإمامة تطلق ويراد بها عدة أمور، يعني أما فلان فلانا صار حجة له،
فعندما نقول الإمامة ماذا نقصد بها؟ هل هي إمامة الجماعة، يعني فلان إمام الجماعة؟ الآن كلمة إمام تطلق حتى عندنا لدى كثير من علمائنا يطلق عليهم لفظ الإمام باعتبار أنه كان يؤم القوم علما وفقها. لا، هذه الكلمات ليس المقصود منها الإمامة التي وردت في القرآن. الإمامة التي وردت في القرآن الكريم أول ما وردت بحق إبراهيم صلوات الله وسلامه، كان نبيا ثم رسولا ثم خليلا ثم إماما، على اختلاف أيهما قبل الخلة أو الإمام. إني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال، يعني الإمامة في ذريتك. إذن الإمامة القرآنية أوسع دائرة من النبوة، ليس كل نبي إمام، وليس بالضرورة أن يكون كل إمام نبي. من هم الأنبياء الأئمة؟ نجرؤ فنقول إن الله سمى إبراهيم إماما، وكل الدلائل تشير إلى إمامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، لأنه أرسل كافة للعالمين كافة للناس كافة. طيب، ما هو المقصود بدائرة الإمامة التي هي أوسع من الرسالة؟ اختلف المفسرون هنا، هل المقصود به أنه صاحب رسالة عالمية، أو أن حجته لا يستثنى منها أحد؟ الظاهر أنه حجة على العالمين جميعا، على الإنس والجن. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن يهدي إلى الرشد فأمن به. هل الكلام وقع النقاش أن هل عيسى ابن مريم إمام أم لا؟ أيضا لم يثبت تثبت إمامة عيسى ابن مريم، ثبت نبوته رسالته من أولي العزم روح الله كلمته التي ألقاها إلى مريم، لكن هل هو إمام؟ لا شيء في القرآن يدل على هذه الرتبة العظيمة. إذن الإمامة بهذا المعنى أرقى من النبوة، لأنها تستبطن تكليفا أوسع. قد يكون النبي إماما كحال إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون إمام وليس نبي كحال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، كما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله بما نقله المسلمون جميعا بألفاظ مثل ما بدك جيبها. تجد أن كلمة إمام تكررت في حق علي عليه السلام، علي إمام البررة، إمامكم علي، وهكذا سمي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. أم محمد من العراق، تفسير الآية الكريمة، عمت يعني لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. نرجع لموضوع الشفاعة، الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة، ما في عنده شفاعة إلا لمن يرتضيه شافعا. يعني عم يقول يا ناس لا يوجد شفاعة إلا بوسائط، عليكم اعتماد هذه الوسائط. مثل اللي بتقول له طريقك إلى بيروت سالك، بس ما بيصير تتجه على دمشق، بغداد، كوالالمبور، مدغشقر، ما بتوصل على بيروت، بدك تسلك طريق إذا كنت بالبقاع، طريق ظهر البيدر أو ظهور الشوي لمن يعرف في جغرافيا بلادنا.
وجعلهم شفعاء بأن أخذوا عنده عهدا أن يكونوا شفعاء. شو معنى أخذوا؟ يعني استحقوا أن يكونوا شفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ متى يأذن؟ يأذن عندما تكون هناك ظروف يصلح فيها الإذن الرباني، الله جل وعلا، أن يعبث أو أن يلهو. ولذا قال وابتغوا إليه الوسيلة. طيب من يشفع؟ لا شك ولا ريب بإجماع المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وآله شافع. أنا بدي أسأل سؤال، هذا الشافع اللي إجا قال لي أنا ما بوصيك بشي، فقط مودة قرباي، لا أريد منك أجرا على رسالتي إلا أن تكون ودودا مع قرباي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هو عم يطلب أجر الرسالة. أسأل يا رسول الله يا شفيعنا، أسألك بمسألة أمرك بها ربك، بحق المسألة التي أمرك ربك بها وهي مودة ذي القربى، أن تشفع لي بمودتي للحسين ابن علي، شو رأيكم؟ غلط؟ من يجرؤ أن يقول خطأ وهو أجر الرسالة؟ من هنا كان أهل البيت بلا شك يشكلون شفعاء عند الله عز وجل، لأنه هو جل وعلا أشار إليهم باعتبارهم أجر الرسالة. طيب شو هل يعني اللي هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، حكمه فوق تحت واحد لأنه رب السماوات ورب الأرض، حاشا لله أن يكون حكمه في السماء غير حكمه في الأرض. حكمه في الأرض أجر الرسالة مودته، وحكمه في السماء أن لا نستحق أن لا يكونوا من الشفعاء. كيف تطلب مني في الأرض، تطلبهم مني أجر رسالتك ولا تبرزهم يوم القيامة؟ حاشا وكذا. اسمح لي سمحت الشيخ أيضا بمتصل جديد معنا، الأخت غفران من العراق. السلام عليكم غفران. غفران سلام عليكم. ألو. إيه نعم. سلام عليكم غفران. عليكم السلام. تخفف صوت التلفاز أخت غفران لنسمع الموضوع أكثر. شيخ أبوي مريض ومحتاج الدعاء من عندك. نعم تفضلي. ومحتاج الدعاء من عندك. نعم شفاه الله، تفضل. ليس هناك من سؤال أخت غفران. محمد بن زهرة. نعم محمد بن زهرة. نعم مشكور شيخ. شكرا لك يا أخت غفران. إبراهيم من بغداد. السلام عليكم إبراهيم. إبراهيم يبدو أم إبراهيم سلام عليكم. أم إبراهيم تعذر ربما الاتصال. أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أبو أحمد، حبذا لو تخفض صوت التلفاز لنسمعك بوضوح أكثر أبو أحمد لو سمحت. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا أذكر عليكم عندي سؤال، جزاكم الله خير. تفضل تفضل. السؤال الأول، ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ السؤال الثاني شيخنا العزيز اسمعني. نعم تفضل. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما هو موقف الإسلام أو ما هو موقف بلال من الولاية؟ نعم والسؤال الثالث، الله سبحانه وتعالى في الآية 45 سورة الأنفال عندما يقول وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وإلى آخر الآية، هل التقسيم الآن اللي عند الفكر الشيعي أن تقسم ستة يعني يقسم نصفين، هل فيه روايات وارية أو أنه؟ وشكرا لكم. شكرا لك أبو أحمد. أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مرحبا. تحياتي للشيخ. أهلا وسهلا. عندي أربع أسئلة شيخنا إذا تسمح لي. إن شاء الله تفضل. السؤال الأول، قال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فإنا صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. فأريد معنى هذا الحديث أو القول. السؤال الثاني. الثاني، ما هي الرجعة؟ والتحدث قبل ظهور الإمام أو بعد استشهاده؟ نعم. والثالث، ما الحكمة من غيبة الإمام؟ الرابع، لماذا الإقامة عند السفر 10 أيام؟ وهل هي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم الفقهاء؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك يا أم محمد. تفضل سماحة الشيخ بإمكانكم الإجابة. أم محمد بدك 3.5 حلقات حتى يقدر واحد يجاوب على أسئلتك. غفران، أنا أسأل الله عز وجل بمحمد وآل محمد أن يمن على والدك بالشفاء التام بحق علة زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، وصلى الله على محمد وآله الطيب. أبو أحمد، ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ قد يكون بين الذنب والسيئة تقاطع في مكان ما، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما يسمون. الذنب هو وقوع في أمر منهي عنه. عندما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ذنب؟ قلت أنا الأسبوع الماضي ذنبه عند قومه، إذن أخطأ في عرف قومه وليس عند الله. عرف جاهلي، بدال 360 صنام، بدال الطواف عريانين بالبيت، بدل جاءهم بدين يعبدون به إلها واحدا أحدا فردا صمدا، فأصبح مذنبا عندهم. الذنب هو اتيان أمر منهي عنه فتصبح في نظر الناهي مذنب. أما السيئة فقد لا تكون ذنبا وقد تكون ذنبا. مثلا فعل المكروه قد يكون سيء، فعل المكروه، يعني مثلا مما يكره البول واقف. الآن في عرف المؤمنين إذا شاهدت شخصا يبول واقفا كرمكم الله هذا من المكروهات، لكنه سيء، في صار في نظرة أنه أمر فعل شنيع. هل كل سيئة ذنب؟ لا، في بينهم عموم وخصوص من وجه يمكن تفنيده بواسطة الأمثلة. نعم. السؤال الثاني، طبعا القرآن الكريم أشار إلى السوء بعدة معاني، يعني سمى الفاحشة التي يفعلها قوم لوط سماها سوءا، ولذا قلت تتبع المعاني اللغوية وما ورد في القرآن حول الذنب والسيئة يجد الإنسان تقاطع أو ما يسمى بالعموم والخصوص من وجه بينهما، لكن هناك فرق بين السيئة والذنب. ما هو موقف بلال بن رباح؟ حقيقة أنت تعلم وكل مشاهد يعلم أن التاريخ كان وما زال تحقيقا مفتوحا ومشوش. يعني لما ابن هشام يروي عن ابن إسحاق بيقول اختصرت أنا كثيرا مما لا يمكن ذكره في زماننا لأجل الحكام ولأجل غير الحكام وما شاكل ذلك. طيب أي تاريخ نقرأ؟ في فلتات يجب على الحصيفي أن يجمعها من هنا وهنا. الحقيقة
قيل إن بلال كان له هوى مع الخليفة الأول أبي بكر لأنه صاحب منة عليه، والواقع أنه في الأساس وفي الأصل لم يكن أبو بكر هو من ساهم في عتق وشراء بلال، إنما اشتري بمال من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن وفقا للتاريخ يعني المتتبع للتاريخ لم يكن أبو بكر من الأثرياء في مكة، ولم يعرف عنه ثراء كبير جدا، كان عاديا وأقل من عاديا، بل بعض الروايات كانت تشير إلى كونه يعمل دلالا في المبيعات في مكة، وبعضها تقول أنه كان خياطا، فلم يكن يملك تلك المالية، وبالتالي اعتق بمال رسول الله الذي هو من خديجة وما شاكل ذلك وما ورثه من عبد المطلب وما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا اشتبه بعض المؤرخين بأن بلال كان يميل مع، وبالواقع والحقيقة أنه فيما هو في حدود ما تتبعت أنا كان متجانسا مع ولاية علي عليه السلام، بدليل خروجه من المدينة المنورة عقب وفاة رسول الله. ما في داعي لخروجه من المدينة المنورة عقب وفاة رسول الله مباشرة والتحاقه بجيش الشام أو بمن كانوا في فتوحات الشام. في بعض الروايات تمدحه وهي أرجح من التي تذمه، لا أعلم رواية متينة ذمت هذا الرجل، نظن به خيرا، والله سبحانه وتعالى ولي وولينا من بعده. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية استدل بها علماؤنا على لزوم الخمس. الغنيمة ما هي؟ كل ما يغنمه الإنسان يعني يكسبه، وليس بالضرورة ما يكون في الحرب. الغنيمة هي المكسب. الآن القاعدة من له الغنم فعليه الغرم، إذا من له المكسب عليه أن يدفع الضريبة. الآية قسمت في سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى واليتامى والمساكين. مين ذي القربى؟ قربى النبي. من هنا جاء التقسيم، جاءت الروايات لتوضح التقسيم الإلهي، أن سهم الله وسهم رسوله من يتولاهم هم سهم الإمام عليه السلام الذي يقوم مقام الرسول ومقام الله عز وجل، ولا من كان يقوم مقام الله في زمن النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والباقي لذوي القربى وأيتام ومساكين بني هاشم، وهو سهم السادة الذي جاءت الروايات لتبين كيفية التقسيم في الآية الشريفة. أم محمد، أم محمد، يعني إذا بدي أحكي بأول سؤال في 20 دقيقة تقريبا يعني بنرجع، بدي أفسح مجال لغيرها من المتصلين، بدي أحاول أختصر. الإمام شو عم يقول؟ فإنا صنائع ربنا والخلق بعض صنائع لنا. تفضل شو بيقولوا الشيعة؟ ينقلون عن أئمتهم أنهم يخلقون. هلأ اللي عم يسمعنا شو بيقول؟ بيقول هاو الشيعة الغلات ينقلون رواية بكل جرأة على التلفزيون عن إمامهم أن الخلق صنائع لأئمتهم. لا يا عم، إنا صنائع ربنا. شو قال الله سبحانه وتعالى عن موسى؟ ولتصنع على عيني. شو معنات الصناعة الإلهية؟ بمعنى أنه سبحانه وتعالى يوجد الحجة التي تكون بالغة له على الناس. واضح؟ كيف؟ برجع بكرر، أقف بين يديه يوم القيامة قل له يا رب هذا الدين اللي بلشت فيه من آدم
وختمته بمحمد صلى الله عليه وآله. ما قدر حدا يطبقه، لم يستطع أحد أن يطبقه تطبيقا كاملا، وبالتالي لا يصلح دينك يا رب. بيقوم بيجيب لي هؤلاء الحجج عز وجل، بيقول لا أنت تكذب، هؤلاء حججي عليك. شوف كيف طبقوا من لدن آدم إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلم، طبقوا الدين، وبالخصوص في أمة محمد إمام يتلوه إمام. ولذا قال نبيكم بإجماعكم الخلفاء بعدي 12، من الخلفاء؟ كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم، وفي رواية لم أسمع ما قال من كتر ما شوشوا، عرفوا شو بده يحكوا النبي، شوشوا الراوي يقول لم أسمع تكملة الحديث. هؤلاء صناعة الله وحجته على خلقه، إن لم يكونوا موجودين لا حاجة للخلق، لأنه بيصير الخلق حجتهم أقوى من حجة خالقهم، وبالتالي إذا ما بأمن لهم الله مين يهديهم، سيكون قد أدخلهم عز وجل في الضلالة ثم بعثهم ليحاسبهم على ما أقحمهم فيه. الإمام شو عم يقول؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه عم يقول تحنن الله فصنعنا حججا على الخلق وجعلنا هداة لهم، وبالتالي أصبح للخلق معنى في وجوده بوجودنا كحجج إلهي. فإن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لتلك الحجية التي تمثلت بنا، مش أن الإمام يخلق، لا لا أحد من الشيعة يقول إن الإمام يخلق. هلأ قد تقول لي ما سمى الله تعالى عيسى ابن مريم خالقا، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، بقول لك ما في مانع أن يتكرر هذا الفعل في هذه الأمة، لكن الله أحسن الخالقين كما سمى نفسه، ما حدا بيشاركه في ذلك. ولا يخلقون إلا بإذني، إلا أن يخلقوا إفكا، فهذا خلق الإفك ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. هذا معنى والخلق بعد صنائع. ما هي الرجعة؟ بدك ترجعي انت الى حلقة سابقة موجودة على الموقع تحدثت فيها عن الرجعة، لكن الرجعة لا تكون الا بعد ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، لا تكون الا بعد ظهوره وفي حياته المباركة يرجع بعض الناس. الان بعد وفاته قد تخلو الأرض من حجة فيقلب الله عاليها سافلة، قد ويكون يوم القيامة، وهو ما تشير إليه ضمنا بعض الرواية. لا يمكن يكون الرجعة تتضمن أسلوبا آخر من الحياة، أيضا هذا لا نستطيع أن نجزم بالإجابة عليه. ما نجزم أن الرجعة وقعت عند الأمم كلها، وهي ستقع عند أمتنا، ويقول بها الشيعة وهي من مختصات مذهبهم، فندتها وبينتها على مدى حلقتين، بإمكانك المراجعة. نعم. الحكمة، ما الحكمة من غيبة الإمام؟ غيبة الإمام صلوات الله وسلامه الله عليه. أنا بدي حاول صيغ سؤالك بسؤال، لماذا يبقى إمام ظاهر مع أمة كهذه الأمة؟ تسألين عن سقم صحته، هي العجب. إمام بعثوا له عبد الرحمن بن ملجم سقى لحيته المباركة بدم رأسه الشريف بسيف مسموم، فخر الأوصياء، الرجل الثاني بعد محمد في ترتيب الخلق، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شو عملت في الأمة؟ ملأوا قلبه قيحة وشحنوا صدره غيظة. الإمام الثاني
صلوات الله وسلامه عليه ضربوه بمغول حتى وصل إلى عظم فخذه. المغول هو ما يشبه المنجل. وحاولوا يسلموه لمعاوية ليعد مصبرا، ثم دسوا له من يقتله من داخل بيته. الثالث شو صار بالإمام الثالث صلوات الله وسلامه عليه؟ حمل رأسه على رأس رمح طويل. الرابع وهكذا. الإمام الجواد نحن بأي ذكرى الآن؟ كيف استشهد؟ بدس السم له. هذه الأمة القتالة السمامة لماذا يبقي الله لها إماما قبل أن تعود إلى رشدها وترعوي؟ من هنا لم يترك الله الأرض دون حج، لكنه غيبه وجعل الكرة في ملعب الأمة، فإن عادت إلى رشدها كان لها إمام ظاهر، وإن لم تعد إلى رشدها يجب عليها معرفة إمام زمانها، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل هذه هي الحكمة العلة التامة من الغيبة؟ لا، قد تكون جزء حكمة جزء علة. لا يعلم علل الأمور تامة إلا الله سبحانه وتعالى. بيبقى سؤالك الأخير قبل أن أفسح مجال للإخوة المتصلين أو الأستاذ أحمد إذا عنده بعد شيء حول الحلقة. كان في عندي سؤال سمحت. لماذا الإقامة تقول لماذا إقامة السفر 10 أيام؟ لورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام في مدة الإقامة، وهي نصوص تجدينها في وسائل الشيعة بباب المختص في ذلك بأحكام السفر، وهي نصوص واضحة وصريحة في ذلك. نعم، بإمكانك تأخذ في غضون 8 دقائق يعني فقط، هذا يتسع الوقت لنا. فإذا إذا بدك تسأل ما بقى تأخذ اتصالات على ما نحرم. لو سمحت نعود إلى سير الحلقة وإياكم. ماذا يعني أن يرسل الإمام الجواد عليه السلام برسالة إلى الوالي ليهتم بأحد شيعته؟ أحسنت وجزاك الله. العفو. لماذا يرسل الإمام رسالة إلى والي من شيعته؟ ليخفف أو ليضع الخراج عن شيعي آخر. ترى هل أن الشيعة فاتحين دكان على حسابهم داخل الدولة الإسلامية، يعني عاملين أمة داخل الأمة، دولة داخل دولة، نظام داخل نظام؟ اطلاق، أبدا. لم يكن يوم من الأيام لأحد أئمتنا موقف كهذا. الإمام كان يشكل مؤمنا للأمة من اجتياحات السلطة في مواطن قوتها، وهي السلطة التشريعية. نعم، الإمام لم يكن يسمح للسلطة التنفيذية أن تجتاح السلطة التشريعية. وإذا بدأت تجتاح يصير فقيه سلطان. يعني واضح، يحيى بن أكثر بيصير موظف في البلاط السلطاني، فتيلي بفتيله، وهكذا. صلوات الله وسلامه عليهم دائما كانوا يأمروا شيعتهم بالاندماج داخل المجتمع. صلوا اشهدوا جنائزه، صلوا بصلواتهم، عودوا مرضاهم. إن كان من مؤذن في الحي فليكن أنتم، وإن كان من إمام في المسجد فليكن أنتم، وإن كان من موضع أمانات في الحي والقبيلة فليكن أنتم. يعني نريدكم نماذج خلاقة مندمجين داخل مجتمعاتكم. لكم خصوصيتكم؟ نعم. ليش مين أنا بستحب خصوصيتي؟ أصلا الآخر ما بيحترمني إلا بمقدار ما أحترم خصوصيتي. شيعي ماني مستحي، لكنني احترم الاخر واحترم عقل الاخر واحاوره ويحاورني، وعليه ان يتقبلني كما انا، كما انا علي ان اتقبله كما هو. شو اجى الامام
الأسلوب. قال له فلان الوالي علينا يحبكم على مذهبكم، والخراج عندي كبير يا مولى، وهذا بإيده بالقلم بيحط الخراج وبيرفع الخراج، يعني ضريبة للدولة. فبدل ما انزل على وزارة المالية دفعوني رسم انتقال مرتين، خلي يدفعوا مرة واحدة، خلي يحط عني الخراج ويخففوا عني. قال يا هذا انا ما بعرفه. قال يا مولاي انا بعرفه وهو من مواليكم. دوم بيبعث له رسالة، حامل هذه الرسالة قال انك تذهب مذهبا جميلا. شو المذهب الجميل؟ انك ترى حبنا اهل البيت. برضو حبنا ما بينفع، كأنما لسان حال الكتاب، الا بمقدار احسانك الى اخوانك. يعني هذا الحب ان لم يكن حالي من حفظ الحد الادنى من مصالح الجماعة، شو بدنا فيه؟ ماذا ينفعك؟ واعلم ان الله سائلك عن حبة الخردل. هون الامام شوف عظمة ان يجعلك داخل المجتمع. شوف اولا لم يوظفه الامام في الدولة حتى ما ينقال انه والله الامام اعطى شرعية هذا الموظف. نعم. قال له ما بعرف. يعني ما في معرفة بيني وبينه. اثنين لم يقل له استقل ان كنت تحبنا. اذا انت لك خياراتك كمواطن شيعي في هذه الدول التي تعيش بها. روح ساوي وزير ما عندي مانع. بس ما بتقول عينني محمد بن علي الجواد. ما فيك تاخد بصمة شرعية دينية من الإمام المعصوم. نعم. الإمام يقول مباح ضريبة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوة، واعلم أن الله سائلك عن حبة الخردل. انتبه. نعم أن تعمل للظالم، بمعنى أن تكتب تحت يده مثلا من فلان الحاكم الى والي اقتل فلان، لا، هون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. اما والله هذا فرعون مصر بيقول له يوسف اجعلني على خزائني الارض، ما بيمنع اذا كانت الحجية ليوسف تقوم بذلك. لن يمنع ائمتنا الشيعة من الاندماج داخل مجتمعاتهم حتى على المستوى المؤسسات الرسمي، بشرط أن لا يعصى الله عز وجل، وبشرط أن يحفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة. ولذا الإمام قال له إن الله سائلك عن إحسانك إلى إخوانك. أحسن، طب هذا فيك تسقط عنه الخراج، سقط بما لا يخل بالنظام العام. وبالتالي أبدا لم يكن الشيعة ليشكلوا حرفا نافرا داخل مجتمعاته أبدا، كانوا ولما يزالوا. والدليل انه 1400 سنة والمذهب باقي رغم كل ما جرى من محن ومآسي نحن بغنى عن ذكرها. بقي المذهب، بقي بمن؟ بقي بحصافة وهداية الائمة والقلة النادرة الذين اتبعوا نهج الائمة صلوات الله وسلامه عليهم في المنحى الثقافي الذي سلكه هذا المذهب، والحمد لله. أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. حبكم آل بيت محمد فوز للذي فيهم، كما مشاهدينا الأفاضل خالص الشكر لكم لمتابعتكم إيانا في حلقة الليلة. غدا لمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة حلقة الليلة غدا في الإعادة الساعة 10 بتوقيت كربلاء المقدسة. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. هذه التحية لفريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.